بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك. أحييك سيد أنس، وأحيي جميع مشاهدي قناة النبأ والضيوف الكرام، وأهني الجميع ومشاهدي قناة النبأ والشعب الليبي أهلا بهذه وسهلا. المناسبة أهلا اللي هي وسهلا. الذكرى العزيزة على قلوبنا التي جاءت تتويجا لنضال الآباء والأجداد. فأما ردا على السؤال سألته حكم الاستقلال، فكثير يعني من الناس يعني يتساءلون، يقول لك فأي استقلال يعني تتحدثون عنه في وجود يعني التدخلات الأجنبية؟ فطبعا هو جهود الآباء والأجداد واللي صارت يعني في السنوات في الأربعينات والثلاثينات والخمسينات، فهذه يعني براءة منها يعني، ونحن يعني حتى في نفس الوقت يعني احنا كمواطنين يعني فبراءة منها، قصدي فهذا من يتحمل المسؤولية من هم متصدرين المشهد السياسي يعني في البلاد يعني وأنا ضد يعني فكرة التدخلات الأجنبية، مستحيل أن تكون في تدخلات أجنبية ما دام ما فيش أيادي ليبية يعني فاتحة أيديها للأجنبي طبعا. فقصدي مسألة الاستقلال طبعا نحن ننادي الحقيقة، يعني واحد من الناس يعني اللي كنا يعني كمواطنين وكانوا شطار يعني في العودة الشرعية الدستورية سواء في تجورة أو في جميع مدن ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، كنا متفاهمين على تفعيل دستور 51 المعدل 63. طبعا بعد ما راينا الاخفاق وان صح التعبير نقول احنا الفشل، يعني كنا يعني واحد من الناس انا يعني بعد سقوط النظام السابق والتوجه لبناء الدولة الليبية، فكنا يعني من البداية يعني نحن مع تفعيل دستور الاستقلال كما رجع العلم والنشيد. طيب يعني هو معلش بعد اذنك استاذي استاذي استاذ نوري، بما انك حضرتك موضوع العودة الدستورية او نعم هذا الموضوع العودة الدستورية، لو 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 نبسطوا هذا الموضوع للمشاهد الكريم، لو تعطينا نقاط إيجابية وبناء عليها نقولوا ان العوده للمسار الدستوري هو الطريق الصحيح. اكيد، لان تو حاليا يعني هناك في اصوات للانتخابات، والكل يعني متفقين كشعب ليبي بان لا حل لليبيا تو الا في وجود الانتخابات، ان ضروري من انتخابات، لكن كلهم يعوا انهم عاشوا بيكرروا الاخطاء السابقه اننا ننتخب بدون دستور. فالدستور يعني واضح ان الدستور هذا اللي موجود تو على الساحه نتاع الهيئه 60 الحاليه هذه، طبعا واضح ان يعني من في الاعلان الدستوري ينص على انها هي مدتها 4 شهور وبدات عملها في يوم 21/4/2014، يعني لنا من الوقت يعني حوالي 4 سنوات ولا هناك بوادر للاستفتاء على الدستور، يعني هناك مناكفات بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدوله. فهنا طرح تفعيل الدستور الاستقلال فيفعل وترجع ليبيا كما كانت من يوم 31/8/1969، كما كانت ليبيا في خلال الحقبه العهد الملكي في خلال 18 عام، يعني يفعل الدستور وبعدها يتولى الأمير محمد الحسن الرضا حكم هو الوريث الشرعي، ونفس مواد الدستور بالضبط، يعني يعين حكومة ويكون هناك في انتخاب مجلس نواب بالاقتراع المباشر وتعيين مجلس الشيوخ، يتشكل مجلس الأمة، ومن بعد يعني طيب تتم العملية. سأعود ومن لحضرتك ناحية بعد تعديلة طيب أكمل الفكرة سيد نور، سأعود ومن بعد والكل متفقين على ان هناك لابد من تعديل بس طيب يواكب المرحله، لكن ضروري من تفعيله قبل تعديله، ضروري من تفعيله. طيب سأعود لحضرتك موضوع بعد التعديل قليل سيد نوري.